صباح الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. كل عيد وانتم طيبين كده. السنه دي عيد شم نسيم في رمضان، هو تاني سنه جينا في رمضان السنه دي، بس ان شاء الله كده تبقى عيد حلو علينا. يعني كنت عماله افكر بصراحه نعمل منيو عادي ولا نعمل حاجات فيها رنجه وحركات، بالذات ان انا امبارح كنت عامله لكم سي فود. عايزه اقول لكم لحد بالليل ما كنتش عارفه اعمل ايه، بس في كذا حد قال لي ان هو هيفطر رنجة عادي، يعني هيفطر رنجة وبطاطس وكده، فقلت خلاص بما اننا بنعمل اصلا اطباق جانبية طول الشهر هعمل لكم كده شوية سلطات لذيذة ومتنوعة، وهنختمها كده ان شاء الله بعصير ليمون حلو كده يرطب علينا بعد الوصفات دي. خلاص طيب، عندنا ايه بقى؟ عندنا رنجة مخلية، ولو انتم مش جايبينها مخلية بنجيب الرنجاية عادي وبنقصها بالمقص وبنشيل القشرة اللي عليها، وبلاش نسويها عشان هي لو استوت هتحدق، ولو احدقت هنعطش وبكره الصيام هيبقى بالنسبه لنا صعب. خلاص، فنحاول نجيب على قد ما نقدر رنجه دلعه. طيب، عندنا رنجه اهي مخليه زي ما انتم شايفين. عندنا جبت معاها مكعبات من البطاطس المحمره، بصل، فلفل، وكمان ليمون. وجايبه بقى للناس اللي بتحب الحاجات السبايسي، في هنا توباسكو صوص او هوت صوص. للناس اللي لا ملهاش في السبايسي ممكن يشيلوا الصوص ده خالص ويحطوا بس سويت اند تشيلي. الاثنين مع بعض بقى لذيذ قوي. خلاص تمام. طيب، نجيب بوله كده. عملنا كذا وصفه للرنجه قبل كده، الرنجه اللي بالطحينه كمان من الوصفات الحلوه قوي. ممكن اقول لكم على كذا وصفه كده وانا بشتغل. اللي بالطحينه انا بجيبها كده مخليه زي او بخليها، وبعد كده في الكبه بحط الرنجه لغايه ما تبقى بوري خالص، احط معاها طحينه، ليمون، خل، كمون، ممكن فص ثوم مفروم، وباكلها مع عيش، بتبقى حلوه جدا جدا. كمان عندنا رنجه بالبطاطس، برضو بضربها في الكبه او اقطعها قطع واحطها مع البطاطس البوري. انا حاسه دي لابسه غلط ده ولا ايه؟ مع البطاطس البوري، وممكن ذره، ممكن فلفل الوان، ممكن بصل، بتبقى برضو ظريفه قوي، ودي من الحاجات اللي بتتاكل بارده او دافيه. الرنجه دي بقى تخلصوا الحلقه كده تعملوها على طول السلطه دي. الناس اللي جايبه رنجه ومجهزه ليه، كل ما تريح كده في الثلاجه شويه كل ما تدينا طعم احلى. نجيب بقى السكينه اهو. قبل بس ما ايدي تتزفر هقطع الليمون الاول. بصوا كميه الليمون، بتحب هي الزيت والليمون قوي الرنجه. في ناس كمان بيحبوا يحطوا عليها زيت زيتون مش زيت عادي، بتبقى لطيفه قوي برضو. انا يعني فكرت في حاجات بسيطه كده، لان احنا ممكن في ناس ممكن يعملوا فطار عادي النهارده ويحطوا طبق سلطه بس رنجه جنبهم ياكلوه، فهتختاروا اي حاجه من اللي انا هعملها النهارده. هعمل برده نوع مكرونه كده بالتونه، خفيف وظريف برده، عايزين نحطه في الثلاجه قبل ما نفطر هيبقى حلو قوي. يعني انا شخصيا النهارده هفطر مكرونه بالتونه ساقعه كده وجميله. خلاص، كده حبة ليمون. عصارة الليمون موجودة؟ نحط البصل قبل ما ايدي تتزفر عشان ايه. معانا يارا؟ ايوه يارا، ازيك يا يارا؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا حبيبتي؟ تمام الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما. اتفضلي. كنت بس عايزه طريقه العمل البيت. طب ايه رايك يا يارا؟ بتاكلي رنج اصلا؟ لا خالص. طب تونه؟ لا برضو تونه. لا لا. امال بتحبي ايه اكتر بيتزا بتحبيها؟ ايه بيتزا ايه اللي بتحبيها؟ طيب بيتزا باللحمه. باللحمه المفرومه؟
طيب حاضر حاضر حبيبتي. وحشتيني وانتي كمان، وانتي كمان وحشتيني. ايه الجمال ده؟ ها؟ ايه؟ بتصحي بدري كل يوم؟ بشوفك. بتشوفيني يا حبيبتي؟ ايه ببوسك على الهوا، ماشي؟ يلا اهو بطاطس، حطينا الفلفل الاحمر والاخضر، حطينا البصل الاحمر بيبقى حلو قوي قوي مع الرنجه البصل، ماشي؟ حطينا كمان مكعبات البطاطس المحمرة. نبتدي بقى نحط الرنجة. مغرية قوي موضوع الرنجة ده، يعني الواحد بيعملها النهاردة وهو حاسس ان ايه، ان هو نفسه طب يدوق قطمة كده. جميل يوم شم النسيم ده، من الحاجات الجميلة قوي اللي فعلا من الاعياد الحلوه اللي بنحب نحتفل بيها. كلنا كده بناكل اكله واحده، بنبقى كلنا مبسوطين بالرنجه والفسيخ والتونه والانشوجه، وفينا السردين، الناس اللي بتتجمع، العيش البلدي، البصل الاخضر، يعني طقوس جميله قوي قوي عندنا في مصر الحاجات الحلوه دي. ومهما عدت ومهما كبرنا بنحبها. البيض الملون النهارده ملونه بيض، يعني قلت كده نلون شويه بيض. طيب بننزل بقى الوان البيض. البنجر من الحاجات الحلوه قوي ان احنا ممكن نلون البيض. كمان لو انتوا مش عايزين تستخدموا الوان الطعام وعايزين ان احنا نعملها بالطريقه القديمه، الشبت من الحاجات الحلوه قوي اللي بنلون بيها البيض او الخضره عامه. كمان يعني البنجر بقى، لو انتوا مثلا، احنا طول الشهر عمالين نعمل سلطات بنجر، لو احنا اصلا حطينا، دايما بقول البنجر ده لما نيجي نسلقه ان اولا نغسله كويس جدا 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 ونسلقه، والميه بتاعته نشيلها على جنب، ممكن نعمل بيه حاجات كتير قوي. كذا مره اقول مثلا ممكن نحطها على كريم عشان الخدود والشفايف والحاجات دي. فمن ضمن الحاجات برضو لو احنا سايبين ميه البنجر دي ان احنا نحط فيها البيض. الشبت والخضره برضو نفس الكلام، الالوان الخضراء، ماشي اهو. توباسكو صوص مش حاطه كتير، هيديني بس كده ايه، حبه سبايسي كده، سويت اند تشيلي. مش قادره احكي لكم على الطعم الحلو قوي بتاعه مع الرنجه. سويت اند تشيلي والرنجه من الميكسات الحلوه قوي. كمان من الميكسات الحلوه قوي لو انتم مثلا مش عايزين تحطوا سويت اند تشيلي، الهاني ماسترد، مستردة، مايونيز، عسل ابيض، هيبقى حلو قوي. انا بقول لكم كذا حاجه، نعمل نفس المكونات وممكن نغير بس الدريسنج، ماشي اهو. سلطه خفيفه وبسيطه، ينفع نحطها النهارده كطبق جانبي جنب اي حاجه هنفطر بيها النهارده، حتى لو هنفطر لحمه او فراخ، خلاص لو مش هنفطر سمك يعني، او هناكل فسيخ ورنجه. دي من الحاجات الظريفه قوي. هقلبها كويس قوي بقى كده اهي، وهحط عليها ليمون، ولما ارجع هرش عليها زيت في طبق التقديم. تمام، نطلع فاصل نرجع تاني. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا بقى الرنجه، نقول سريعا عملناها ازاي. حطينا مكعبات البصل الاحمر مع مكعبات الفلفل الاخضر والاحمر مع مكعبات البطاطس المقليه، رنجه مخليه قطعناها برده مكعبات وقلبناها كده كويس قوي. معانا كمان عصير ليمون، وحطيت عليها التوباسكو صوص والسويت اند تشيلي صوص، وبقت بالحلاوه والجمال ده. شايفين الحلاوه والجمال؟ يعني بصوا لسه بقول لهم في الفاصل، اول مره احس ان انا نفسي يعني ايه ده، لا ادوق كده اهي. تمام، هرش بقى رشه زيت، زيت عادي بقى، زيت زيتون اللي انتوا تحبوه. الزيت بيطريها اكتر، ولو احنا هنقعدها في التلاجة الزيت برضو بيخليها يعني احلى كده. سلطه الرنج خلصت، اول واحده هخلي دي على جنب عشان ايه، لسه هنعمل بيها حاجه تانية. تا
تاني نوع سلطه بقى عاملينه النهارده لذيذ برضو جدا ومختلف وجديد. يمكن السلطه الاولانيه دي يعني مكوناتها احنا بنلخبطها دايما في بعض ونقول نحط ده مكان ده، لكن المره دي انا مستخدمه البنجر في السلطه وبطارخ الرنجه والحمص والطحينه والثوم. فالمره دي الرنجه طعم مختلف شكل جديد بس هيعجبكم قوي، وبرده تتحط في الثلاجه. على فكره ممكن كل اللي انا بعمله ده اللي مش هياكل رنجه النهارده او فسيخ، كل اللي انا بعمله ده يحضره كده قبل العيد ليله العيد او قبل العيد بيوم، نبتدي بقى نعمل السلطات دي. بس لو هنعمل السلطه دي نشيل منها بس مكعبات البطاطس، خلاص هنحطها فريش احلى. طيب تعالوا بقى نشوف مكونات السلطه. رنجه، بطارخ رنجه، ويفضل تبقى مرمله كده زي اللي انا حطاها. مكعبات من البنجر اللي انا سلقته وعملت بيه البيض. كمان عندنا توم، فلفل، طحينه، ليمون، خل، حمص، وهنشوف بقى هنلخبطهم في بعض ازاي. هنجيب بس كده الكاتنج بورد دي، نجيب السكينه. قبل ما اظفر ايدي واعمل ايدي بالبنجر هجيب فصين ثوم واحط هنا الليمون، الخل، ماشي، الليمون، الخل، الفلفل الاخضر سواء بقى سبايسي او بارد اللي انتوا عايزينه، فص الثوم، اهو ماشي، الطحينة، كل ده بعمله قبل بس ما احط ايدي في البنجر وفي البطارخ. اقلب كده كويس قوي قوي قوي. احط لها حبه ميه، عايزين نركبها تاني كده اهي. نخلص الطحينة كويس قوي الأول، ممكن نحط عليها كمان كمون، كزبرة ناشفة لو عايزين. احنا هنا حطينا عصير ليمون، حطينا فلفل مفروم حامي، حطينا فصين ثوم، حطينا خل، طحينة، حبة مية عشان ايه تبقى الطحينة جاهزة. ممكن بقى نعملها بكذا طريقه، يا اما نضرب البنجر والبطارخ في الكبه بحيث ان هما يبقوا بوريه ونحط الطحينه عليهم، او نخليهم كرانشي زي ما انا هعمل دلوقتي، كل واحد وطريقته. عشان كده بقول لكم ايه هعمل كله قبل ما احط الايه. طعم قوي قوي نوع السلطه ده.
تمام كده تمام. ليه ما حطيتهاش على الطحينه على طول؟ لان انا حاسه ان الطحينه كتيره شويه، فانا مش عايزه ايه الطحينه تبقى اكتر من الحاجات اللي انا عاملاها. هنحط هنا بقى البطارخ وابتدي برضو اعملها كده بنفس الطريقه. طب ثواني نخلص بس. بصوا خلاص. كمان الليمونه، الرنجه والفسيخ بيحبوا الليمون. البنجر برضو نتبل الحاجه كويس قوي عشان في الاخر تطلع طعمه كده وجميله. طيب ابتدي بقى احط ده كده هنا اهو، يتغمس بقى بعيش بلدي. عايزه اقول لكم عيش بلدي او عيش فينو يتعمل له ساندوتش جميل جدا. اقلب وابتدي بقى احط الطحينه على قد اللي عندي ده، مش العكس عشان هنا الطحينه كتيره شويه. شيل بس ده عشان انا اصلا حاسه. معانا مريم؟ ايوه يا مريم. مريومه ازيك؟ انا سامعاكي اهو. عامله ايه؟ انت اللي عامله ايه؟ حلوه؟ اه يا رب دايما. قولي لي بتاكلي رنجه؟ لا خالص. بحبها. بتحبيها ولا مش بتحبيها؟ بحبها ساعات مش بحبها. اه بتحبيها ساعات وساعات لا صح؟ طب اعمليها بقى بالطريقه اللي انا عاملاها النهارده دي. بصي بصي الالوان الحلوه دي وانت هتحبيها اكتر. طيب عايزه بقى تساليني على ايه؟ عايزه طريقه عمل الهمبرجر. عايزه طريقه عمل الهمبرجر؟ حاضر من عينيا الاثنين. حاضر يا لولو. طيب نطلع فاصل بقى، نرجع من الفاصل هقدم سلطه البنجر اللي بالبطارخ الفظيعه دي مع الطحينه والفلفل والثوم والليمون والخل. حلو قوي قوي قوي. نطلع فاصل نرجع تاني. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا بقى هنقدم دلوقتي السلطة الحلوة قوي اللي هي البطارخ بالبنجر. عملنا ايه؟ عملنا طحينة، خل، ليمون، فلفل مفروم، كلهم مع بعض كده مع حبة مية لحد ما الطحينة بقت جاهزة. ممكن نحط كمان زي ما قلت كمون وكزبرة ناشفة. فرمت البطارخ الخشنة بالسكينة كده فرم خشن، وكمان سلقت البنجر وفرمته نفس الفرمة وحطيتهم كده واتقدمت بالطريقة الحلوة قوي دي. ولازم تجربوها عشان هتتبسطوا قوي قوي من الطعم. ماشي؟ يعني أنا متأكدة إن الطعم هيعجبكوا جدا. خلاص هنحط عليها كده ايه حبه حمص. ماشي؟ مع حبه من الشبت. خلاص خلصنا كده تاني نوع سلطه معانا النهارده، سلطه رنجه البطارخ بالبنجر، حلوه جدا. طيب تعالوا بقى نشوف معانا ايه دلوقتي. معانا دلوقتي مكرونه، صلصه مكرونه عاديه جدا، بس النهارده في دريسنج واحد بس هيبقى مختلف شويه. معانا عندنا فلفل الوان، عندنا مايونيز، ليمون، تونه، توم، ذره، وحبه الطحينه. دول الطحينه مع المايونيز يمكن انتم مش متعودين عليها قوي، بس الطعم لذيذ جدا. فاحنا اوريدي كنا عاملينها فمش محتاجين نعمل تاني. ماشي؟ طحينه، ليمون، خل، فلفل صغنن كده بارد، وممكن زي ما قلت نحط كمون وكزبره ناشفه. ده بالنسبه للطحينه. هنحط ايه دلوقتي؟ هنحط المايونيز. دي بقى تدخل التلاجه ساعتين كده قبل ما ناكلها عشان تبقى النتيجه حلوه.
ليمون اهو، روايح بقى ابتدت تطلع. ذرة، جميل جدا الذرة مع التونة مع المكرونة، من المكسات الحلوة قوي قوي. فلفل ألوان. يبقى احنا عملنا ايه بقى في المكرونة الحلوة دي؟ مكرونة مرمرية بقى او فيونكات او فراشة او صوصة، الحاجات دي بتليق اكتر مع التونة. حطينا معاها فلفل ألوان مفروم، حطينا معاها ذرة، حطينا معاها طحينة مايونيز، بس طحينة نبقى عاملينها ومخلصينها، وحطينا معاها كمان قلنا ايه كمان، ممكن على فكرة يبقى حلو كمان معاها البصل، انا بحب قوي البصل مع المكرونة، وكمان ليمون، ما تنسوش الليمون. خلاص كده مكرونة خلصت، نحطها في التلاجة ساقعة، عشان كل ما تتاكل ساقعة كل ما بتبقى طعم اكتر. اه فاضل بقى فص التوم، هيديها طعم لذيذ قوي فص التوم ده. اوكي بصوا بقى الكاسات دي تسقع وتتقدم كده على السفرة، حلو قوي سايد ديش، من الحاجات الظريفة جدا لما احنا نعملها، ممتعة 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 ومغرية جدا للأكل. خلاص وبصوا حطيت دي برضو نوع من انواع السلطه في الكاسه دي. معانا مها، ايوه يا مها معانا. جنى، ايوه يا جنى. ازيك يا جوجو؟ ايوه يا جنى انا معاكي. عايزه طريقه اللازانيا. لازانيا الايه، البيف ولا التشيكن؟ ها؟ عايزه طريقه اللازانيا البيف. البيف حاضر يا حبيبتي حاضر. كده المكرونه كاسات، وممكن اقدمها بقى في طبق عادي زي ما انا هقدمه دلوقتي. جايبه النهارده اطباق ايه شبه كده الشيب بتاع السمكه، وريحته وطعمه أحلى. كده تمام اوكي، كده بقى جاهز، ده كمان بقى جاهز ان احنا نقدم. خلاص احنا عندنا فاصل لسه تاني. ها طيب نطلع فاصل ونعمل الوصفة التانية؟ طيب
نطلع فاصل بقى. بصوا انا عملت سلطه الرنجه بالبطاطس، عملنا بوريه او سلطه الرنجه البطارخ الرنجه بالبنجر بالطحينه، عملنا كمان مكرونه لذيذه جدا جدا بالمايونيز والطحينه. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل هنعمل كده ديبنج حلو قوي بالتونه والبيض، ظريف جدا. نطلع فاصل نرجع تاني. رجعنا تاني بعد الفاصل. النهارده عملنا حاجات كده بالوان جميله قوي، عملنا سلطه رنجه بالفلفل الالوان والبطاطس مع السويت اند شيري والتوباسكو صوص، وعملنا كمان بطارخ الرنجه يعني فرمناها فرم خشن مع البنجر بالحمص والطحينه، عملنا كمان مكرونه بالمايونيز والطحينه والفلفل الالوان والذره جميله جدا والتونه. ماشي، هنعمل برده دلوقتي وصفه كده بالتونه، ديبنج التونه بالبيض. ممكن كتير يقولوا ان الميكس ده مع بعض ممكن يزفر الدنيا او يبقى زفر، لا خالص، هنعمله بطريقه مش هيبقى زفر خالص. تمام، هجيب بس الليمون كده واجيب الملح والفلفل الاسود، دول اهم حاجات دلوقتي هنستخدمها. نحط البيض، صفار البيض اهو، ماشي، مع نقطه الليمون كده مع ملح كده اهو، ماشي، فلفل اسود. تمام، هنحط بياض البيض اهو، فص واحد من الثوم، الفلفل الاحمر، نحطه بالترتيب كده زي ما انا حطاه عشان ايه لو في حاجه عايزين نظبطها نظبطها. البيض حطينا عليه ليمون وفلفل وملح، وده حطينا عليه ملح وفلفل. هنحط التونه عليها برضو ليمون قبل ما نحطها اهو، مع حبة ملح وفلفل اسود، كل حاجة تبلناها كده لوحدها. وهحط فصل تومة كمان معاها، ليه؟ عشان ده يمنع بقى الزفارة اللي انا بقول لكم عليها. نجيب بس معلقة كده ونحطهم كده خلاص اهو، عشان لما يتلخبطوا مع بعض يبقى احنا حطينا ايه، صفار البيض، حطينا بياض البيض، كل ده بالملح والفلفل والليمون، حطينا فصين توم لحد دلوقتي، فلفل احمر، حطينا اهو حبه شبت، بقدونس بس، ويلا بقى ايه نلخبط كله بقى مع بعضه. ماشي، يلا نجيب بس بول عشان ايه هنزل فيها الحاجات دي كلها. نقلب تاني ونايه ونفرم تاني. ده بقى على توست ابيض في عيش فينو، خطير خطير، مش هتحسوا بقى بأي حاجه وقد ايه مفيد. يعني تعالوا شموا الريحه اللي انا شماها دي عشان تتاكدوا ان هو ما فيهوش اي زفاره. كده تمام قوي قوي قوي. يعني انا سعيده بالبتاع ده جدا، مش قادره احكي لكم على ريحته، لدرجه ان انا بفكر مش كله احطه في الصوص ده، لان هو لوحده من غير الصوص
ريحته حلوه قوي. ماشي، انا ايه هجيب شويه احطهم وشويه احطهم من غير الصلصه. طيب بصوا الكاسات الصغننه دي بقى يتحط جواها مثلا باتون ساليه، بقسماط رفان نوع شويه، كراكرز، توست متحمص، ونغمس بقى بيها. ماشي اهي، شايفين جميله جدا جدا جدا. عشان كده انا حطيتها حتى لوحدها لسه من غير الصوص، عجبتني قوي. ماشي اهو، نشوف بقى شويه كده بالصوص نبقى عاملين ازاي. نعمل كده شويه هنا كده، ده بقى بالمستردة والمايونيز، هيبقى مزز شويتين بس، ده طعم وده طعم تاني خالص. ماشي ده كده اهو، تمام. يبقى هنا مع التونه والبيض والفلفل والثوم والليمون والخل والملح والفلفل، حطينا مستردة ومايونيز. هنا خليناها ساده خالص. احنا بقى نجيب كده الشبت نحطها هنا كده 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 كده. ماشي خلاص. طيب بصوا بقى، انا يعني كان عندي فكره برضو، بس ايه، همسح بس ايدي الاول. واقول لكم عليها، يعني انا كنت بفكر غير الكاسات دي وغير التوست طبعا زي ما قلت لكم، والله بفكر في العيد اعمل لكم الوصفه دي بالكنبيه، يعني بتوست او ب باف باستري. العصير، العصير ماشي. تعالوا بقى نعمل حاجة كده سريعة قبل العصير. بصوا بقى، ممكن نعمل كده، بصوا بقى بصوا بقى ده كمان اهو. بصوا بقى ده كمان كده ماشي. دي طريقه برضه، يعني الكاسات طريقه ودي طريقه، التوست طريقه، كل حاجه من الحاجات دي طريقه. ماشي، تعالوا بقى نعمل العصير سريعا جدا بعد كل ده. احلى حاجه بقى نشربها في اليوم ده لازم عصير ليمون. فانا ممكن عشان بس الوقت حتى مش جايبين لي كاسات، هقول لكم بيتعمل ازاي ونضربه في الخلاط. وممكن ايه واحنا شغالين كده، بصوا الليمون ده انا شايله قشره خالص اهو، والبذر بتاعه اهو خلاص. وهنا السكر، تمام، 3 معالق سكر، حبة نعناع، لبن بودرة. لبن بودرة بقى اللي بيعمل لي الفوم الظريف قوي قوي للليمون.
كده وميه وكده نكون خلصنا حلقه النهارده. يا رب كده الحلقه تكون عجبتكم، عملنا حاجات ظريفه قوي. هضربها بس كده في الخلاط. ويفضل ان ده يتصفى يعني. تمام كده عملنا عصير الليمون زي ما قلت لكم. بصوا بقى الفوم اللي بقول لكم عليه، شايفين ده عشان اللبن البودره، حطوه هيبقى حلو قوي، تلج مجروش بيبقى لطيف قوي. كده عملنا ايه النهارده بقى؟ عملنا ديبنج التونه اللي بالبيض مع الفلفل الاحمر والشبت والبقدونس، لذيذ جدا. ليمون، ملح، فلفل اسود، فصين توم، مش هيبقى فيه زفاره خالص. وفي زودنا عليهم مايونيز ومستارده للناس اللي حابه تزود عليهم. عملنا كمان سلطه رنجه بالمكعبات البطاطس المحمره والفلفل الالوان وسويت اند تشيلي. عملنا كمان سلطة بطارخ بالبنجر والطحينة مع الحمص، وعملنا كمان مكرونة بالتونة. وكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. إن شاء الله كده تتبسطوا بالوصفات دي وتختاروا حتى أي حاجة منها النهاردة تحطوها جنب السفرة بتاعتكم. لو مش هتاكلوا رنجة أو فسيخ، هيتشم نسيم سعيد إن شاء الله علينا كلنا، صوما مقبولا وإفطارا شهيا ودعاء مستجابا إن شاء الله. باي باي.